أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 727 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو. في منظومة السياسة العقابية الحديثة يأتي التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أساليب تلك المنظومة. من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 727 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 297 بشأن الإفراج عن النزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، وأقيمت للمفرج عنهم احتفالية بمركز الإصلاح والتأهيل ترى. بصراحة كانت مفاجأة، يعني ساعة نادوا عليا قالوا لي اسمي جه في العفو، أنا يعني كنت مبسوطة حضرتك قوي إن أنا هخرج لأولادي ويعني هرجع لعيشتي الطبيعية بقى الحمد لله يعني والحمد لله يعني ربنا وفقني. الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بشكره جدا إن أنا خارجة لأولادي وفرحانة جدا إن أنا هخرج لعيالي. فرحة كبيرة على وجوه المفرج عنهم بعد أن منحهم العفو الرئاسي فرصة جديدة للحياة. كل اسم من هؤلاء كأنه يولد من جديد وهو ما عبروا عنه. بشكر السيد الرئيس، بشكر وزارة الداخلية. العفو بيدينا فرصة إن احنا نبدأ حياة جديدة ونبدأ حياة كويسة في وسط أهلينا. تم تأهيل المفرج عنهم قبل الإفراج عنهم ليتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع ويحصلوا على فرصهم في بداية حياة كريمة من خلال برامج تأهيلية وإصلاحية متطورة مطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الرعاية الاجتماعية والمعيشية والتعليمية والصحية المقدمة لهم والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحرص مصر على تطبيقها. اللي أنا تعلمته جوه كتير وإن أنا أقدر أعلمه لبناتي كمان واستفاد منه واكسب منه وما ارجعش اللي انا كنت فيه طبعا. خلاص كل اللي فات انساه ومن بكره اللي جاي حياه ومستحيل في يوم ترفض حياه افضل. تلك هي اللحظه الاهم للمفرج عنهم، ان يلتقوا بذويهم بعد مدد متباينة قاضوها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا لعقوبات، فالفرحة كبيرة، فهي البداية الجديدة لهم للسير على الدرب الصحيح. تشكر يا سيادة الرئيس، تشكر يا سيادة الرئيس. حبيبي الروحاني، قلبي ده، قلبي، قلبي. تحيا مصر، وربنا يخلي السيسي يا رب. تأتي المناسبات القومية والوطنية كالاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة عقب تأهيلهم وإصلاحهم وتقديم الرعاية لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. فالتوسع في الإفراج بالعفو الرئاسي أحد أهم أساليب السياسة العقابية الحديثة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.